متحف راسون للتراث الشعبي الذي تم إنشاؤه للحفاظ على ذكرى الآباء والأجداد وتراث الأمة والموروث التاريخي، ويعتبر صندوق للذكريات على مر التاريخ. للمزيد بالتقرير التالي مع الزميلة هبة المؤمني. لنشر الوعي الثقافي وبنك للمعلومات عن ذكرى الآباء والأجداد والحفاظ على تراث الأمة والموروث التاريخي، جاء إنشاء متحف راسون للتراث الشعبي لما لموجوداته من قيمة تاريخية. المقدرات الموجودة بالمتحف اللي هي أدوات الطعام سابقا، يعني من بداية عصر الإنسان الأول، أدوات الطعام، أدوات الحصاد، أدوات الزراعة كاملة، بالإضافة خلينا نقول للنحاسيات، الوثائق، أدوات الإنارة، المواصلات سابقا، وسائل الإعلام سابقا زي التلفزيونات، كل شيء، العمل النقدية، الحرف اليدوية، الملابس القديمة، الصناعة القديمة، التراث القديم بشكل عام، يعني كل شيء تداوله الإنسان من العهد القديم ولغاية الوقت الحاضر. المتحف بذاكرة العقل وباطن القلب، أشبه بصندوق ذكريات وألبوم من الصور، لكنها تتجسد بواقعية باستحضار الزمان والأدوات والقطع والحكايات. متحف راسون للتراث الشعبي، هذه الزاوية الصغيرة في المكانة الكبيرة الغنية بقيمتها ورسالتها، الحديقة الندية التي تحاكي عقولنا من خلال احتوائها على زهور من مختلف العصور وعلى قطع تراثية ولوحات إرشادية تعرفنا على تاريخ الأجداد وعلى قيادات الوطن. جبناها من سوق الجمعة من البلد، من الباع المجودين اللي هم تبعين الخردة، من سوق الزرقاء، من سوق إربد، سوق الرمثاء، وين ما لقينا قطعة حتى مادبة وصلنا لها، وين ما لقينا قطعة تراثية تخص الأباء والأجداد حاولنا نجيبها. من خلال هذا المتحف يتسنى لنا المقارنة الفعلية الواقعية بين حياة الأجداد وما تحويه من صعوبات وبساطة، وبين حياتنا اليوم وما تحويه من تكنولوجيا وتقدم. بنظرة نختصر أعواما وأعوام، نجمع ثقافة الماضي وعراقة الحاضر. بكل قطعة في هذا المتحف حكاية، ولكل زاوية رواية.